شكرا شكرا جزيلا. مساء الخير. طيب مبدئيا الحلقه دي بتتذاع اسبوع اعياد، اسبوع شم نسيم، الوان وامل وفرحه، ناس بتزور بعض وناس بتاكل مع بعض وناس بتحلم وناس بتضحك، كل دي مواصفات الاعياد. الاعياد عمادها الاساسي هو الامل والشباب والغنى، واحنا معانا الثلاثه، الشباب والامل والغنى في حلقه واحده، وان باكج. خليكم معانا في حلقة في أجواء شم النسيم وأيام الأعياد. كل سنة وانتم طيبين. جمعاء جميل.